أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أهلا بكم معنا في قصر النجوم لنتجول مع نجم جديد يضيء أركان القصر. نجم اليوم شاب فنان استطاع أن يغزو شاشتي السينما والتلفزيون بسرعة الصاروخ ليحتل مكانا مرموقا وسط مصاف النجوم. نجم اليوم وضيف القصر هو الفنان الوسيم فاروق الفيشاوي. يا مرحبا، اهلا بك. يتهيألي المواصلات ما تتوهش قصر النجوم. لا سهله جدا. احنا كالعاده بنخش في الموضوع على طول من خلال الكمبيوتر. هتدوس لنا على 4 زراير هيختار لك مجموع الغرف اللي انت هتخشها. مستعد؟ مستعد. هل دي غرفه معينه تحب تخشها بارادتك الشخصيه؟ والله ما اشوف الكمبيوتر هيودينا لغايه فين. وهو كذلك. افتح لك الكمبيوتر. اتفضل. نرجو ان الكمبيوتر يكون رحيم النهارده. عظيم. اختار لك غرفه المهن، غرفه الهوايات، غرفه مشاهده، سرعه البديهه، برقيات، مطبات. ايوه. واختار لك المحاكمه، بالاضافه طبعا لغرفه الذكريات وهي غرفه اجباريه لجميع الضيوف. يلا بينا. اتفضل. Oh, yeah.
احنا في غرفة الذكريات الإجبارية. لو سألتك قبل ما نتصفح الألبوم، أجمل ذكرى مرت في حياتك؟ والله هو في ذكريات جميلة كتير والحمد لله، إنما يمكن من أسعد اللحظات اللي عشتها في حياتي يوم ولادة ابني أحمد ابني البكر. طبعا كان في فرحة تعادلها وهي ولادة عمر، إنما الابن البكر دايما بيبقى ليه فرحة خاصة جدا. فأنا أفتكر يوم ولادته القلق اللي تحول إلى سعادة بالغة، يعني لحظة لا تنسى. كنت بتتمنى خلفة ولد ولا بنت؟ الحقيقة ولد. ولد. والتاني؟ ولد برضو. وإذا كان في تالت؟ لا يعني اللي يجيب ربنا كويس، اللي يجيب ربنا. بس هو طبعا الواحد ايه بيبقى، يعني انا اعتقد انه تربيه البنت بتبقى اصعب من تربيه الولد شويه. بس في وجهه نظر بتقول لك البنت بتبقى حنينه قوي على ابوها. على ابوها طبعا، مش كده؟ دي بنت ابوها. وبعدين لما بتتجوز بتجيب راجل. ايوه. انما الولد لما بيتجوز بيطلع ويسيب البيت. صح. يعني انت اكيد دايما في الزواج بتجد الراجل بيود اهل مراته اكتر، وده شيء غريب قوي. والله هو الود مطلوب من كل اطراف العائله اكيد، يعني ايه بلاش النظره اللي كانت بيقول لك الحما وزوج البنت ومرات الابن. يعني اعتقد مع التطور الحياتي للناس دلوقتي بقت النظره دي مختلفه شويه. اكيد اكيد. طب نتصفح بقى الالبوم. تشوف مع بعض كده اول صوره. دي احدى الشخصيات اللي عاملها في فيلم جديد لم يعرض بعد، وهو المفروض انه ارهابي دولي بيتنكر ويجيد التنكر الى عدة شخصيات. دي واحدة من الشخصيات اللي بتنكر فيها. المفروض هنا بقى كنت دورك ايه يعني؟ يعني هو بيتنكر، هو دائم التنكر علشان يختفي عن اعين البوليس دائما. فبيجيد التنكر. من أصلع إلى ملتحي إلى شاب إلى عجوز. جميل. شوف صورة كمان. دي صورة لذيذة فيها مدام علي زايد وهلا صدقي ومدام بوسي وأنا، وده فيلم أول فيلم إنتاج لي اسمه استغاثة من العالم الآخر. ده كان سنة كام؟ 86. 86. كلفك قد إيه؟ لا دلوقتي ما اقدرش اقول لك الارقام، انما اقول لك خسرت فيها قد ايه كتير فعلا. حرمت تاني. طيب نشوف كمان صوره. دي صوره بتجمعني من مع مدام شهيره في مسرحيه بدايه ونهايه لنجيب محفوظ، والحقيقه دي مسرحيه كان قام بيها أعضاء جمعية فناني وكتابي وإعلامي الجيزة متطوعين للخدمة العامة، لأن إيراد المسرحية دي كله وجه إلى الأعمال الخيرية في محافظة الجيزة. والحقيقة الحمد لله من إيرادها اشترينا جهازين كلى صناعية لمستشفى إمباب العام، ومن إيرادها أيضا فعملنا أوضة عمليات كاملة في مستشفى المنصورية. عظيم عظيم، يا ريت تعمم والله الحاجات دي. يعني هي الجمعية ما زالت قائمة، والحقيقة بتقوم بنشاط اجتماعي ممتاز، وربنا يقدرنا يعني. يا رب. دي صورة طريفة جدا من فيلم اسمه الوحوش الصغيرة. ده المشهد النهاية في الفيلم، حينما يدخل الشاب يجد حبيبته مقتولة بالسكين و بينتقم لها، بس ازاي لما الناس تشوف الفيلم. دي صورة من مسلسل الناس كلها عارفينه وأذيع والحمد لله نجح، المرابي، من شخصيات علي الزيبق. واحنا عارفين طبعا السيرة الشعبية اللذيذة لشخصية علي الزيبق، وان هو كان بيتنكر في اكثر من شخصية علشان يحارب الكلبي الحاكم الظالم ويعيد للناس حقوقها. فدي احدى الشخصيات اللي تنكر فيها، والشخصية دي بالرغم انها كانت لصيقة جدا بالكلب لانه كان الطبيب بتاعه طبيب شميعة،
وهو المرابي بتاعه أيضا، إلى أنه استطاع أنه يتنكر ويخدع الكلب ويتعامل معه على أنه شميع الأصلي. دي صورة لسهير وأنا في إحدى الحفلات العامة. متذكر إمتى؟ أعتقد في مهرجان السينما في السنة اللي فاتت سنة 89 ديسمبر 89. ده الولد الشقي أحمد الفيشاوي، زي ما أنت شايف كده هو دائم المناقشة معايا، وشقاوته بتظهر في عينيه وفي البوزات اللي بياخدها. هو بيعرف يتصور جدا وبيحب يتصور قوي، فبينتهز اي فرصه ان هو يشوف كاميرا ويروح عامل على طول. عنده كم سنه دلوقتي؟ 9 سنين وماشي في العشره. مثل مع حضرتك اعتقد عمل فيلم اسمه المرشد. هو الحقيقه هاوي تمثيل طبعا لقربه من اهل الفن ولصداقاته مع اهل الفن، وبيحب التمثيل. إنما أنا بعتقد برضو إنه إذا كانت هواية عنده دلوقتي فالله أعلم مستقبلاً هيفكر إزاي. فأنا بأتيح له الفرصة إنه هو يمارس هذه الهواية أثناء الصيف فقط وفي الأجازة الصيفية. إنما أثناء الدراسة، وهو مقتنع تمام الاقتناع إن أثناء الدراسة مفيش حاجة زي كده، لكن لما يكون في أجازة صيفية ممكن. ولما يكبر ان شاء الله باذن الله هتشجعه ان هو يسلك نفس الطريق، طريق التمثيل؟ والله هو ايه يعني، هو دلوقتي لانه حابب الحكايه الله اعلم يمكن ميوله تتغير او يثبت على هذه الميول. انا ممكن اشجعه اذا كان موهوبا، اذا رايت ان هو فعلا موهوب ويستحق التشجيع هاشجعه، لكن اذا الموهبه دي انتهت عنه او تناساها او تغاضى عنها فالتاكيد هو هيسلك الطريق اللي يحبه. لاحظت دايما في كلامك يا استاذ فاروق بتعطي كل حرف حقه في النطق، الث والظ والصاد. انت بتتعمد ده ولا ده تلقائي؟ لا هو ده تلقائي نتيجه لدراستي في كليه الاداب، وايضا لكوني ممثلا، ودي مساله مهمه انه نحن ننطق اللغه العربيه نطقا صحيحا. تمام، ننتقل انتقالا صحيحا سريعا للغرفة اللي بعد كده. المو معنا ومتة ورسمة وبسمة وفن خطير، يلخص كل المعنى في كلمة ويرسم بسمة الوش الطير. معنى ونكتة ورسمة وبسمة وفن خطير، يلخص كل المعنى في كلمة ويرسم بسمة الوش الطير. احنا بقى في غرفة الكاريكاتير وفناننا الشاب محمد عمر موضب لحضرتك كده 4 لوحات علقانين على واحدة واحدة. اقرا لنا الأول تعليق لو سمحت يا أستاذ فاروق. يا ترى أنت فين يا فاروق؟ حلو. والله أنا حيث يضعني الجمهور، وده بيبقى سواء الأول أو الثاني أو الثالث، فهو فخر إن أنا موجود في هذا المكان. يعني نقول حيث يختار الجمهور. أكيد. طب نقرا التعليق برضو. عمل تلفزيوني، استوديو سينما، وما بينهم استنى يا استاذ صدق اللي قال عليك علي الزيبق. وطبعا يعني علي الزيبق من الشخصيات المحببه جدا لنفسي اللي عملتها في التلفزيون، ولانه علي الزيبق وليت القبض على فاطمه وغوايش وبابا عبده من الاعمال اللي بتحسب لي والحمد لله. فأنا متأكد إني هاجر على السينما لو ما لقيتش عمل زي علي الزيبق وزي ليلة الأرض على فاطمة وزي غوايش وزي أولاد آدم، يمكن ما تعرضش في مصر. إنما أول ما هلاقي عمل زي هذه الأعمال هرجع جري من بلاتو السينما على استوديو التلفزيون. وهو كذلك. اتفضل. طيب.
السينما العربية بتقول بقى مش فاضي عشان يقرا السيناريوهات كويس. لا بالعكس، يعني انا بتهيألي ان سهير فنانة وفنانة ملتزمة جدا، ومن ميزاتها الالتزام الشديد جدا، وهي قارئة جيدة للسيناريو، وبالعكس هي بتساعدني على قراءة السيناريو بشكل جيد. عظيم عظيم، اتفضل. هو ياسيني فاروق الفيشاوي عامل نفسه جي ار السينما المصرية. هو الحقيقة الحكاية جي ار دي اطلقت عليا بعد ليلة القبض على فاطمة. شبهه امين المنزلاوي بجي ار في المسلسل الاجنبي. انما اللي انا بؤكده ان امين المنزلاوي بيمثل امين المنزلاوي بالنسبة للتلفزيون المصري، وليس جي ار بالنسبة للتلفزيون الاجنبي. عشان نحتفظ بهويتنا. بالتأكيد. بالظبط. بالتأكيد. احنا نتحرك فورا ونروح حجرة هتبقى مفاجأة. تفضل. اهلا استاذ فاروق. اهلا بيك. غاوي قعده قهاوي؟ اه طبعا. حقيقي؟ اه. قعدت زمان كتير. كتير طبعا، وخاصه في رمضان. يعني بعد الفطار بيحلى السهر بقى، والواحد يروح يعيش في الاحياء البلديه في سيدة زينب وفي الحسين على القهاوي البلدي. بيبقى جو جميل جدا. بتلعب طاوله و... بلعب طاوله وبشرب شيشه و... عاده ولا محبوسه بقى؟ كله. والله عاده ومحبوسه وبالدهار كمان. والمشاريب دايما بتبقى على حسابك اتهيألي. اكيد. هو يمكن كانوا بيقولوا ان دايما يعني بقى في القهاوي البلديه وبتاع لما بيقعدوا، يعني ذكرتني كده بحاجه ظريفه باستاذنك اقولها لك. يعني كان واحد قاعد دايما، فكل ما بتمشي واحده ست قدامه بيبص لها، معاده القهاوي يعني بشكل عام كده يعني. وبعدين يقول يا ساتر يا رب. فميت واحده عدت يا ساتر يا رب، فاللي جنبه بيقول له يا اخي ولا واحده من دول عجبتك؟ قال لا ده انا بقول على في البيت. مع ان هي اعظم واحده اللي في البيت. انا معايا بقيات كده يا استاذ فاروق، تحب تبعت لمين بقيات؟ والله يعني لما انتهز فرصه علشان اسجل اعجابي كما كل المشاهدين بالفوازير السنه دي، ترحما على الراحل الفقيد فهمي عبد الحميد، ان روحه وعمله العظيم ما زال موجود، لانه مصر لا تنضب مواهبها على الاطلاق. فظهر جمال عبد الحميد مخرج متميز ومتمكن، وبرغم قصر الوقت وبرغم انه كان مضغوط عليه الى انه ابدع. والحمد لله الفوازير طلعت في صوره مشرفه جدا، وظهر مخرج متمكن اعتقد انه هيبقى من اهم مخرجي المنوعات. ده زياده على المجهود العظيم للفنانه نيلي، وعودتها للفوازير في رمضان اللي فات كانت زي الفاكهة اللي حرمنا منها فترة طويلة. ولا شك انه الحدث اللي اصاب عبد السلام امين بشكل شخصي بوفاة توأمه المرحوم فهمي عبد الحميد خلاه يبدع ويجدد ايضا في شكل الفوازير حتى تتلائم مع نيلي ومع المخرج الجديد جمال عبد الحميد. ولا شك برضو ان حسن عفيفي كنا مفتقدينه في فتره من الفترات، لانه تخلى شويه عن الفوازير، لانه عاد السنه اللي فاتت دي برضو متالق وملتزم، وعمل نوع جديد من الاستعراضات ما شفناهاش قبل كده، وكان متميز ايضا. ده زائد كل الاخوه الزملاء الممثلين اللي ساعدوا في الفوازير السنه دي، فتحيه ليهم جميعا وبرقيه مني باسم ملايين المشاهدين اللي اعجبوا بالفوازير. هي دي روح الزماله عندنا. وبقولها في التلفزيون علشان الناس كلها تسمع وتعرف ان احنا حلوين قوي مع بعض. اعتقد معايا فكه دي البوسطه زي بعض. معلش الحساب يجمع في الاخر. وهو كذلك. وهو كذلك. والمشاريب على حسابي انا هوصل. اسجل واجي لك على طول. ها سلام. اتفضل. مساء الخير يا عمال. مصلوش ايه قاعد لوحدك ليه؟ ما تيجي تقعد معايا على مين استاذ مدحت؟
اهلا وسهلا. اتفضل. مساك فيك. اهلا وسهلا. مساك استاذ صبري. نشرب شاي. نشرب شاي. ليه شاي يا عم عمر؟ انت ما صدقت مش تستنى شويه شاكرين يا عم عمر. عفوا يا باشا. شوف العاده في القهوه دي بتعجبنا علشان اول ما تطلب حاجه تجيلك على طول. ما هو لازم يكون يعني الصنايعي يكون عنده نشاط. كويس انت صنايعي؟ صنايتي في شنطتي. والله انت اسمك ايه؟ انا اسمي مصطفى. مصطفى عاش الاسامي. الله يخليك يا باشا. طب ايه بقى صنايعتك في شنطتك دي؟ اوري سيادتك. وريني يا ريت. تفرج حضرتك. اظن دي حاجه بقى دي معروفه للجميع الاراجوز. الاراجوز ده طبعا اصغر مسرح وهو اكبر مسرح فني طبعا. لاني طب يعني ليه اكبر مسرح فني؟ اقول لحضرتك لاني اي مجموعه من الفنانين لازم يكون معاور منها الات موسيقيه. انا ممكن اشتغل بدون الات موسيقيه. جميل حلو. صوت مهراجل بيقلد كذا صوت وفني لوحده كده عظيم. لكن اي مجموعه ثانيه ممكن ما يتقلش الصوت ده. يعني انت فرقه كامله مع الاراجوز. مع الاراجوز. طب نشوف حاجه كده. في آلة معينة بتحطها ببقك ولا انت بصوتك اللي عادي؟ هي آلة محدش بيعملها اللي هو بتاع الأرغوز بس. لكن مش صوتك العادي. لا يعني في حاجة حطيتها جوه بقك بتعمل بيها هذا الصوت. هي آلة مثل دي كده. بتبقى محطوطة في سقف البق من الداخل. بتبقى صدى الحنجرة هنا. مع كتم النفس مع لسان بيطلع من خلالها الصوت. بكتم بلساني النفس يطلع من خلال الفتحتين دول الصوت. وطبعا ده شريط مخصوص برضو للأرجوز. يعني بتعمل نون مخصوص. طب بس انا لاحظت انك انت من اول ما قعدت ما حطيتش حاجه بوقك وكان موجود في بوقك طول الوقت. طول الوقت. يعني ممكن اتكلم بيه عادي. ازاي يا عم مصطفى؟ طب حط بوقك كده قدامنا التجربه عمليه. شوف سيادتك خش عليه والنبي الله يخليك. يعني دي دلوقتي الآلة بحطها هي. ايوه. بقت هنا. ممكن اتكلم بيها زي ما انا عاوز وبتكلم عادي زي ما انا بتكلم. لكن لما تيجي تشغل على جوز تطلع الصوت بقى من خلال الصوت. بكتم بقى نفسي مع لساني عشان يطلع الصوت من الفتحتين مع الشريط. طب اسالك سؤال تاني بقى. اتفضل. دلوقتي انت معاك الاراجوز بتهيألي معاك حاجات تانية. انا شايف عرايس تانية معاك. وريني كده. ايه رأي سيادتك؟ ده يا عم الشيخ. طيب دلوقتي لما تعمل صوتين بقى يعني الاراجوز والشيخ بيرد عليه يبقى ازاي؟ حاضر. احنا طبعا الشيخ اهو لبسناه. اصبحنا ايه؟ مش هتحزمه؟ لا ده ما الاراجوز بس. هو ده بس المهرج وهو الرقاص. ممكن بقى الشيخ بيقول له ايه؟ اراجوز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا بقى الأرجوز بيرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Where are you?
الله 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 الله. ايه ورورو دي يا أراجوز كده غلط. انا اقول هاو ار يو، سيادتك تقول فاين ثانك يو. هاو ار يو ثانك يو. ده ماتش ماتش ايه ماتش ايه. برافو عليك. طب انا عاوز اسالك سؤال بقى، انت تعرف ما هو تاريخ الأراجوز؟ انا شغال أراجوز دلوقتي بقالي حاجه بتاع 35 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. الله يكرمك يا باشا. فاستاذ فاروق تاريخ الأراجوز غامق عليا. لان في قبل مني وقبل مني وفي قبل مني. يعني معنى كده ان الأراجوز ده قديم اساس وقديم، لان له كتب كمان. طب مين اهم الفنانين اللي اشتهروا بالأراجوز؟ اهم المصريين. المصريين كان الله يرحمه المرحوم نعمت الله. نعمت الله. وفي حاليا واحد اسمه علي محمود. اللي هو كان شغال مع المرحوم محمود شكوكي. ومحمود شكوكي يعتبر واحد برضو من اهم الفنانين اللي استخدموا الأراجوز. طبعا، لان هو اللي طوره. هو اللي طوره. بالظبط كده، لان الأراجوز كان هينتهي. فسيادتك لما تلاحظ العملية ان هو اشتغله وحسنه حتى في الاداء بتاعه. فالأراجوز اترفع اكتر من الاول. طب الأراجوز دلوقتي ايه الاماكن اللي بيشتغل فيها الأراجوز؟ الاماكن اللي هو بيشتغل فيها الأراجوز الاغلبية اعياد الميلاد. اعياد الميلاد. لكن مفيش الموالد بقى زي زمان. لا لا لا. ولا الساحات الشعبية. لا لا لا. الساحات الشعبية والموالد. الأراجوز يعني ما حدش بيقدر. لكن زمان كان بيقدر جدا طبعا. انما بعد التلفزيون والسينما والإذاعة بقى قل شغل الأراجوز في اماكنه الطبيعية اللي هو نشأ وبدأ فيه. هو اقول لسيادتك يا استاذ فاروق، هو قال له ما قالش. لان كل الإذاعة ما بتذيع عنه، لان هي كل شغلة فيها برضو كفوها. يعني في بتاع أراجوز شاطر. في بتاع أراجوز فاشل. الفاشل بيموت الشاطر. فعندي ابن العرب هو كله أراجوز. طيب في القرى الأراجوز موجود لسه ولا اختفى من القرى برضه؟ لا، هي الأغلبية دلوقتي في القرى. الأراجوز في الموالد. في الموالد، لكن في المدينة بيبقى في أعياد الميلاد. هنا في القاهرة أغلبيته شغلنا إحنا أعياد ميلاد. بتحب الأراجوز؟ طبعا، لاني انا اللي كنتش احبه ما احتفظش بيه. مظبوط. مبسوط من الشغلانه دي؟ الحمد لله، اديني فاتح بيتي منها وعايش. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. خليك يا عم، ده حاجه عظيمه جدا. الله يكرمك يا استاذ. قوي قوي قوي. والحقيقه راجل فنان وبيؤدي اداء جميل. قوي قوي. طب يا عم مصطفى. نعم. عشان انا واخد بقى دلوقتي الاستاذ فاروق وطالعين على اوضه المحاكمه، تقدر تقول له محاكمه 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 بالأراجوز؟ طبعا. اتفضل كده قول له. شكرا يا عم. السلام عليكم. عبد السلام. سلامت الله. سلامت الله. ما حاسبش على الشاي، انا حاسب عليه. برضه ده اسمه كلام. ده اسمه كلام استاذ فاروق. السلام عليكم. طب السلام يا استاذ فاروق. شايفك بتتنمر للحاجب وكده. ها، هو بيقول اللي عنده على كل حال. قبل ما نبدا وقائع المحكمه قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. الطلب ده صح مني؟ اكيد صح مني. ما فيهوش اي خطا. والله العظيم اقول الحق. لا، ما اعتقدش في خطا. هو يمكن في خطأين صغيرين. فرصة قبل ما يبدأ المحكمة نقولهم. طبعا ممثل الدعاء أو وكيل النيابة ما بيطلبش من المتهم هو يقول، إنما اللي بيقول ده رئيس المحكمة. رئيس المحكمة القاضي. نمرة اتنين، إن اللي موجود في قفص الاتهام ما بيقولش والله العظيم أقول حق. ده الشاهد. ده الشاهد. بيرفع إيده ليه دي بقى؟
لا معرفش. هو كان زمان لما كانوا بيرفعوا ايدهم كده ما كانش فيه فيش وتشبيه عشان نعرف مين الانسان المواطن الصالح من عدمه، فكان اللي له اي سابقه كانوا بيختموا على ايده بختم من الاختان، فلما بيرفع ايده كده يقول والله العظيم اقول الحق، لو ظهر هنا في الوشم يبقى ده رجل ترفض شهادته. مظبوط. جاهز سعادتك؟ تماما. هنوجه في شكل مقولات وليست اتهامات لا سمح الله. فالمقولة الأولى الموجهة لحضرتك بتقول: منذ بدأت وحتى الآن تبحث عن الكم قبل الكيف، وقد صرحت في 12/2/86 في جريدة السياسة أنك قبلت أدوارا قبل أن تقرأ السيناريو. ده حصل فعلا؟ هو ده أكيد مدسوس يعني، في خبر مدسوس، لأنه صعب ان الواحد يعمل حاجه من غير ما يرى السيناريو، لان السيناريو او الموضوع هو اساس اي عمل فني. فاذا ما قريتش السيناريو فهبقى مش عارف اعمل ايه، زي ما انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. ممكن يبان عليا ان انا مش عارف اعمل ايه، لكن لما امثل وانا مش عارف اعمل ايه تبقى مصيبه سودة. لا، هو الاتهام بيقول ان انت كنت بتقبل كل السيناريوهات اللي كانت بتعرض في وقت معين. لا مش حقيقي. مش حقيقي. صحيح. لا. وهو كذلك. المقولة الأخرى إن معظم أدوارك اللي قدمتها في الأونة الأخيرة كانت مختلفة في الشكل فقط، ولكنها متحدة في المضمون تحت كلمة الانتهازية. مش صحيح برضه، لأنه بالعكس يعني أنا من الممثلين سعداء الحظ إن أنا لم يعني أحصر في أداء لون معين أو دور معين. أنا تعددت أدواري بشكل كبير جدا، وده من حسن حظي فعلا يعني. فما بين الشاب الانتهازي والضابط البوليس والمحامي وحتى العجوز والصبي، فلا ما اعتقدش. لا بالعكس، الادوار في الفتره الاخيره كلها ادوار متنوعه. هل بتعتقد ان في ملامح وجهك ما يوحي للمخرجين مثلا بكاركتر معين على السينما المصريه؟ لا بالعكس، بدليل ان فعلا لم احصر في اداء لون او دور معين. بيختاروني كثير من المخرجين في ادوار متباينه جدا وبعيده عن بعضها تماما. يقال انك انت متضايق الاول ولا حاجه؟ لا اطلاقا بالعكس. عظيم. يقال انك بدات باعمال مسرحيه جاده جدا، ثم ارتميت في احضان مسرح القطاع الخاص، واخيرا هجرت المسرح تماما. طبعا انا ابن المسرح، لان انا هاوي للمسرح اولا، ثم محترفا، لان انا متخرج من المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج. ويمكن لسوء حظي انا وجيلي كله ان احنا بدانا بداياتنا والمسرح مش في حالته الطبيعيه. يعني مع اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات كان بيتقلص الدور الثقافي للمسرح في مصر، وبالتالي لم نجد الفرصة الحقيقية حتى نعتني خشبة المسرح في أدوار جادة وموضوعات جيدة. وبالتالي مع هذا الاختفاء الجاد للمسرح الجاد، كان طبيعي أن كلنا أو كثير مننا يتجه إلى القطاع الخاص. وبعدين يعني ما هوش اتهام، ما هوش سبة ان الممثلين بيشتغلوا في القطاع الخاص، لانه القطاع الخاص نوع من انواع المسارح الموجوده، وهي بتؤدي دور في غياب دور المسرح الجاد. لكن انا بتهيألي واطالب من الان بعد الصحوه المسرحيه الحديثه اللي حصلت مثلا في المسرح القومي، ناهيك عن مسرح الطليعه، لان مسرح الطليعه يجرب بقاله عشرات السنين، انما يمكن لان جمهوره قليل فما بيتصدرش الحركه المسرحيه. إنما بعد عودة الروح للمسرح القومي أعتقد أنه هيبقى عندنا فرصة أكيدة وكبيرة أن احنا مرة أخرى نعتلي خشبة المسرح في أدوار جادة وجيدة. خط تجارب إنتاج من قبل؟ في السينما؟ أيوة. تجربتين: استغاثة من العالم الآخر ومشوار عمر. هل من المعقول أن تبدأ إنتاجك في القطاع الخاص بفيلم استغاثة من العالم الآخر وهو يدعو إلى الخرافة والوهم؟ لا على الإطلاق، هو لا يدعو للخرافة والبهم. دي ده كان محقق علميا، لأنه روجع من أكثر من عالم في علم النفس، وتحققنا من كل صغيرة وكبيرة كمعلومات بنقولها في الفيلم.
وحتى فيه هو كان بيقول ان قصة هذه الفتاة ستكون دليل اكيد على ان كل ما يجري من ابحاث وتجارب لاثبات هذه النظرية هتكون هذه الفتاة وقصتها خير دليل على ان ما يبحث الان سيصبح واقعا فيما بعد. واضح ان انت لبق جدا وردودك حاضرة للغاية. وعلى كل حال احنا في العادة في مثل هذه المحاكمات بنترك الحكم للقاضي الحقيقي وهو الجمهور. بترفع الجلسة وبينتقل فورا الأستاذ فاروق الفيشاوي إلى غرفة أخرى مباشرة. أهلا بيك في غرفة المشاهدة أستاذ فاروق. أهلا بيك. في البيت عندك شرايط أغاني بتحب تتفرج عليها من حين لآخر؟ فيه. بتحب إيه بقى من القديم الأول؟ من القديم بحب كل ما هو قديم. يعني من أول محمد عبد الوهاب ورأي إبراهيم وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. عظيم. ومن الجديد بقى؟ ومن الجديد الحقيقة بحب علي الحجار، محمد الحلو. بتسمع محمد فؤاد، عمرو دياب، علاء عبد الخالق؟ بسمع. بيطربوك؟ يطربوني؟ لا، يعني ممكن يخلوني منتشي. لكن الطرب للقديم. أنا ليه أكثر من هواية الحقيقة، منها القراءة طبعا الهواية الأولى، وفي السباحة، وأحيانا ركوب الخيل، وكان عندي هواية قديمة هي الشيش. سلاح الشيش. لعبت فعلا سلاح شيش؟ مش كمحترف. لأنه سلاح الشيش كان أحد المواد الأساسية اللي بتدرس لينا في المعهد في المسرحية. وبيعجبك ايه شخصيا في رياضه سلاح الشيش؟ يعني الشياكه الشديده جدا فيها كرياضه، برغم انها بين خصمين، الا انهم بيتعاملوا مع بعض بشياكه وبحرص شديد جدا. حتى الوضع اللي بياخده لاعب سلاح الشيش بيبقى وضع جميل ورقيق وشيك في نفس الوقت. يمكن هما بيسموها كمان رياضه النبلاء. بالظبط كده. طب تعرف مين بطلنا الحالي في رياضة الشيش؟ عبد الرحمن. محمد سامي. محمد سامي عبد الرحمن، مظبوط. كان اشترك في بطولة العالم الأخيرة. واخد المركز الثالث، الميدالية البرونزية بتاعي. بالظبط. ومرشح لبرشلونة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عدد بقى الطعنات اللي بتتكون منها المباراة كم طعنة؟ خمس طعنات. بنحسبهم إزاي؟ هو بيبقى فيه سلك كهربائي موصل بالسلاح نفسه، مع اللمسة بيضيء فبيسجل رقم للاعب اللي بيعمل الطعنة. ده عظيم عظيم عظيم. ويمكن أعظم أبطال العالم حاليا في فرنسا وفي إيطاليا في رياضة الشيش. طب لعبت قبل كده ماتش شيش في أحد أفلامك؟ استخدمت السيف؟ لا، في المسرح. في المسرح. في هاملت. في هاملت. وكنت رشيق في حركتك مع السيف. أكيد. الحمد لله. الحمد لله. بنقول لحضراتكم كلكم نلتقي بكم بإذن الله في قصر النجوم مع نجم آخر يتجول ليضيف ركن مضيء إلى أركانه الفسيحة. شكرا وإلى اللقاء. قصر النجوم، قصر النجوم،
كلام مفيد قوي مختصر. قصر النجوم قصر النجوم قصر النجوم. غرفة الحكايات تلاقي الحكايات تلاقي والذكريات تلاقي والبرقيات تلاقي والمطبات تلاقي حتى المياه.